أن هذا صاحبنا لو أخذ بكيت الدخان وطلع زقارة وبقى التسعتعش وقام يوزعها على الناس اللي عنده، خالد وأحمد وحسين وعبد الله. طيب الزقارة الواحدة تأخذ وقت تدخين 5 دقائق 7 دقائق، انتهت ال5 دقائق، إذا انتهت كل واحد منهم عليه إثم زقارة واحدة، إلا صاحبنا اللي وزع عليه إثم كم زقارة؟ 20، لأنه زقارته وزقايرهم هو اللي وزع عليهم الدخان. لو قال يا أخي أنا ما دخنت إلا واحدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا نعم، لكن أنت السبب اللي دعوتهم إلى المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أي واحد يدعو الناس إلى ضلالة، يدعو الناس إلى معصية، يكون عليه من الوزر مثل أوزارهم، لا يمكن ينقص ولا ذرة عن أوزاره. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم، ثم قال: وأثقالا مع أثقالهم، يحملون أثقالهم معاصيهم وأثقال الناس اللي أضلهم. ويقول عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ثم قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الواحد اللي يخرب الناس يحمل آثامهم. حتى يا شباب، بل بالله عليكم، تدرون بالمناسبة الدخان كم يباع في ألمانيا وفي فرنسا وبلجيكا وهولندا وأوروبا؟ كم يباع الدخان؟ حنا مع الأسف يباع عندنا هنا مونا بتراب الفلوس، يباع أظن ب6 ريال مدري 7 ريال، يستطيع الطفل الصغير أنه يشتري. هناك شوف حرصهم على ربعهم ولا يريدون أن ينتشر، يباع البكت ب45 ريال، تخيل 45 ريال يباع، والنوع اللي أقل منه ب35، لا يمكن تلقاه بأقل من ذلك. فلما يصير الواحد هنا يدخن تطلع عليه الزقارة يمكن ب5 قروش مدري 10 قروش، ما يب شيء، عادي يحرق ويوزع. لكن هناك شوف حرصهم على أقوامهم، حتى ما يخليه يدخن يوميا بكتين، يغلي عليه السعر حتى يدخن كل يوم زقارة زقارتين يوفر الباقي. ذلك يا عيالي انتبه. الله سبحانه وتعالى يقول: ويحل لهم الطيبات، ثم قال عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. ما في واحد عاقل تسأله تقول له الدخان من الطيبات ولا من الخبائث، يقول لك: لا والله من الطيبات، لا يمكن، إلا كلهم يجمعون من الخبائث.